بس محمد. شكرا محمد. ماك مع الصابو سؤال مباشر. صراحة الوضع يؤسف. مدينة الرباط مدينة إدارية. مدينة الرباط هي القلب النابض المغربي. تيحلوا فيها تيحلوا جميع الموظفين والأطر ديال جميع المؤسسات، إما لأمور مهنية وإما الإنسان يجي الرباط لأمور اجتماعية اقتصادية أسرية. السؤال مطروح، من الجهة اللي عند الربح تحقر؟ اسمحي لي مستحيل نقول بواضح. دابا الرباط هي أول مدينة تصدر فيها أحكام قضائية باسم جلالة الملك لإزالة هذا الصابو. ما كنا نعقلوه في 2016 17 كان صراع مرير. لا إلا سمحتي لي طبعا قبل نحط عاود الناس بعد الواقع شنو وقع لك، بغيت بالتفاصيل مشيتي. هو كانت تجربة اليوم تجربة شنو نقول لك، بحال ديك ساعة في الجحيم. كان شي واحد المسلسل تي أو شريط تلفزيوني في ساعة في الجحيم. حتى أنا اللي بلغني هو جاني التليفون، المهم بلا ما سي مهداوي سي محمد المديمي صاحبك محيح في النيابة العامة القيامة البوليس فهاد السياق عيطنا لك، بغيت نعرف شنو وقع لك. أنا كنت في أنا برئاسة النيابة العامة لأمور قضائية، خرجت لقيت طوموبيل فيها الصابو. أه. ماشي 11 ونص ولا شي حاجة، تنعيط في التليفون لهذوك الشركة المكلفة بلاتي دابا يجيو شي ساعة تقريبا. جا واحد المستخدم قال لي ودي الصابو عندك واحد المبلغ ديال شي 100 درهم ولا شي حاجة. قلت يا الله ودي ديال اش أخويا؟ قال لي عندك واحد المخالفة 2018 ومخالفة دابا. قلت له 2018 ديال اش المخالفة؟ مخالفة 2018 ما خلصش الصابو. انت ديك اللحظة الطوموبيل ماشي ديالك. الطوموبيل ماشي ديالي. قلت له 2018 انا غير مسؤول على 2018 راه الا قبضتك الرادار تيصيفط المول الطوموبيل ديك الساعة 2018. إضافة 2018 حنا 2023 راه تقادم المشروع المغربي ديال جون حاجة ولا عندي شي كبيس أربع سنين تقادم. قال لي لا عندي واحد السيستيم. قلت له شو تيخ أخويا شو هاد المخالفة؟ انت مستخدم ماشي محلف ماشي ضابط شرطه قضائيه، اعطيني شي وثيقه نخلصك. عمر واحد الوريقه بخطيدي عطاني وريقه. قلت له هذه الوريقه مالها؟ قال لي هذا الروسي. قلت له هذا راه نصنع لك انا 1000 روسي بحال هذا، واش كاين شي كاشي ديال الشركه شي خاتم؟ لا ما كاينش. هكا غير عبيدي تيعمر بحال الوريقه ديال الكارديان ديال الشوارع. تسمح لي يا شريف، بقينا في شنعان، اضطريت نعيط للشرطه. ان هذا نزاع يا اما نعيطوا ودابا تولى الشرطه ارحم. والله العظيم ان الشرطه تتحل مشاكل اجتماعيه واقتصاديه. ما قيش اش غندير؟ ندخلوا للرئاسه ديال بلا نغوتوا تما. عيطت للشرطه الله يخليكم هذا نزاع. انت اللي عيطتي للبوليس؟ انا عيطت للشرطه 19 الله يكثر خيركم، لان معقلك الطوموبيل وساعتين ونتسنى عاد جهه. فاش عيطت للشرطه ذاك العون اختفى. باقيش لقيتو فين؟ ما كاينش. بقيت نعيط لهم في الشركه ديال السابو وتحت ما بيجي الشرطه شي ساعة تقريبا باقي ما جاوش. اضطريت ندخل خرجوا الناس يصليو في الجامع. دخلت حاجه وحده اللي خلت قدامي بعد الله تعالى، دخلت لرئاسه النيابه العامه. واش هذه بينات مثل النيابه العامه تمثل المجتمع؟ انا عضو من المجتمع، فرد من افراد المجتمع. حاليا انا شبه معتقل جاي نقضي شي امور هنا، غادي في حالي عندي امور اخرى صحيه. اش ندير هنا؟ راه من 11 حتى لجوج ونص ولا شي مسؤولين تما عيطوا للشركه ديال السابو. جا واحد شي جوج ونص تقريبا، جا خلص لي ذاك المخالفه القديمه 100 درهم. خلص 100 درهم ماشي مبلغ 100 درهم، يجي السيفيليا عطيك انا حتى 2000 درهم يجي السيفيليا. عمر لي محضر. دابا اللي اكتشفت ان الشركه التنميه المحليه فيها مجموعه ديال المستخدمين بحال قلتي الجامعات يخرقون القانون وتيمسحوها في شركه التنميه المحليه. هي دارت على صعيد طنجه واكادير ومراكش وكذلك الرباط. بالتالي الامور الماديه تعود لعمل الجماعه، ولكن التصرفات التي تسيء المجتمع والمؤسسات والدوله تي ماشي حنا شركه التنميه المحليه. حتى ان ذاك العون تيقول لك اودي راه تنظلم شاقي مع المواطنين. بمعنى واش تنظلم شاقي مع المواطنين؟ زعما كلمه قلتي كلمه عاديه، راه سببتي الياس المجموعه ديال الافراد والاسر. كاين فيه السكوار بمعنى كاين اللي غادي يقضي واحد الغرض اعتقلتيه. اضافه كاين احكام قضائيه باسم جلاله الملك صادر المحكمه الاداريه تماما اللي خدا معاهم واحد حفظه هي وهنا تنحيي النقيب بن عمرو وتنعاودوا نرجعوا تنتحايلوا القانون نجيبوا السابو.
وفاش تجي لتسابو اش هو المسوي القانوني ديالو. شوفوا راه هاد الشوارع العموميه راه جميع ديال هي ملك ملك العام ديالي وديالك انت وجميع نعم بنا التقنين ديالها باش تكون واحد العائدات ماليه للجماعه، ولكن ما بقاش داك هذوك اللوبيات الراسماليه من العدو السيدي يجيبوا لنا احزاب سياسيه. للاسف والله العظيم السي حميد جا قبيله نقول لك قدام والله ما تنتق في شي حزب معين، يجي من الاحزاب ما تنتق فيهاش ولا عندي شي انتماء حزبي، ما كاينش شي باصيص ديال الامل في حزب، ما كاينش شي باصيص ديال الامل اللي يردوا لنا الثقه في المؤسسات. العمده دابا حاليا اشنو وجدتينا في هالرباط بيجي لها 7-8 المهاجرين غادي يجيو الرباط، اما امور اداريه طبعا كما تنقول لك الادارات المركزيه لقاو السابو تصوري ستقطوع. انت كحقوقي كاين البعض مثلا نهضروا باللسان مثلا العمده ولا كي غنديروا الناس كيمشيو كيستاسيونيو السيارات ديالهم في بلاصه خصهم يخلصوا ما كيخلصوش، باش غتعيش هذه الجامعه؟ هذا واجهه من المواجه الموارد ديالها. العمده مشغولاش ماشي العمده ديال الصفقه عموميه كما تيديروا الجماعات باقي المدن، تتفوت واحد المسافه معينه في الشوارع الى مجموعه ديال الناس تيتكلفوا تيحطوا مستخدمين تحت مستخدمين. كيفاش انا نقعد ساعه مثلا ساعه بجوج درهم ولا جاب الله غفرت ما شفتش على البانو ديال السابو دير لي 100 درهم و70 درهم ومنين نجي نقول لي عندك مخالفه وفين تلقى هاد المستخدم اللي حل لك السابو تيولي شكل ديال الابتزاز. تصور ان ماش معك فلوس كنا واحد الوقت ما تيكونش عندنا عندك شي حاجه خلصتي شي واجبات ما عندكش فلوس كادي تقبل الطاكسي يمشي يجيو من الدار ويجي باش تعيط له وفين تلقاه بعدا غادي يحل لك السابو ولا تيصلي. شحال واحد السؤال سول العمده شحال عندنا ديال هاد الشرطه الاداريه شحال ديال الموظفين؟ 30 40 50 هذوك قدام غادي الرباط 30 موظف اللي قاعد في قهوه اللي مشى يصلي احنا ما نصليوش صاهم ديال 100 سابو نمشيو نصليو الجمعه وهذوك الناس نخليهم في الشوارع تما قاعدين، هل عنده الريس صغير هل اللي خرج من الاداره الى غير ذلك من المشاكل. بمعنى تنعقلوا حياه المواطنين. واخا بغيت سي محمد في رئاسه النيابه العامه عيطوا للبولي شنو كيفاش انا ما قيش شي حاجه اخرى تخرج رئاسه النيابه العامه واحد الواقعه طريفه عيطتيها ليا ولا اخويا لا عيطتي شي بوليس والله انا اول حاجه هذه باب الهزل انا دخلت واحد الحاله هستيريه اللي باش توقف من 11 حتى لجوج ونص ما كاينش جو كاع من 11 حتى لجوج ونص وبالجوع وجاي مراكش. هذه الواقعه الطريفه هو ان فاش جاو الشرطه مشكورين وجاو هذاك الموظف ديال الشرطه الاداريه حرر واحد المحضر اتصل بي واحد النمره خاصه 0535 ولا شي حاجه انا سحبني الشركه ديال السابو ولا ديال هذه العمده هذه وانا هز التليفون بدون ما نشعر وانا نقول لهم واحد ماشي سبه المهم قلت له ودي ما خدمه هذه وين عندي لا خدمه وكذا وكذا حججت نجيب معنا هذا مجلس منتخب باش يسهر السلامه وتسير المرق في العمومي ديال المواطنين وحتى نحتج واحد الشويه نسمع بحال الاجهزه السياسيه ديال رجال الامن حتى قال لي هذاك السيد الله يخليك انا حنا الشرطه قلت له ودي الله يخليك تمشي على البوليس قلت له ودي الله يخليك تنسحبها راه تنتيقوا فيكم وتيقوا في السيد المدير العام الامن الوطني وانتم ارحم هذه المجالس المنتخبه والله العظيم بالله اللي وقع عليه مشكل في السبيطار تيعيط للبوليس اللي وقع عليه مشكل في الجامعه شكون سبب المشاكل تمشي مثلا كمثال بسيط تمشي للسبيطار ما تلقاش طبيب لا تحتج يعيطوا للبوليس تيجيو البوليس تيوليو هما عاد يجي طبيب تمشي للجامعه ما تلقاش الموظف تحتج يعيطوا للبوليس تمشي في الشارع تلقى السابو تحتج يعيطوا للبوليس بمعنى ان البوليس ولاو تيحاوتي 60% ديال المشاكل النفسيه بعدا ديال المواطن تيحلوها البوليس لان ما تيوقف مثلا الشرطه المواطن تيحاول يتكلم وتيقف هذاك الشرطي كوقفت العمده ما تيقش فيها.